وينضم الينا ايضا للحديث حول هذا الموضوع الباحث السياسي عبد العزيز بن رزان. سيد عبد العزيز، مساء الخير، اهلا بك معنا في قناه الاخباريه. يعني هذا التاريخ الطويل من يعني محاوله التدخل الايرانيه في شؤون المنطقه وتحديدا في استهداف المملكه العربيه السعوديه، كيف تبدو الاستراتيجيه السعوديه في مواجهه هذا الارهاب استاذ عبد العزيز؟ اهلا بك استاذ خالد، ومرحبا بالقناه الاخباريه التي دائما تضع المواطن في قلب الحدث، وتصحيح الاسم لو سمحت، عبد العزيز بن رازن. الحمد لله الذي وفق جهاز امن الدوله للقبض على هذه الخليه الماركه الارهابيه الخطيره والتي تهدف الى زعزعه الامن والقيام باعمال ارهابيه مدعومه من راس الخراب في المنطقه النظام الايراني والمتمثل في الحرس الثوري وتدريبات لهذه العناصر. وكما تعلم استاذي الكريم، مثل هذه الاعمال المشينه لا شك انها مهدده ومعطله لجميع وسائل وانماط الحياه، ولكن الحمد لله المملكه دائما وممثله في امن الدوله استباقيا تؤودها في مهدها، وتجربه المملكه يعني غنيه في هذا خلال عقود من الزمن عانت، ولكن الحمد لله دائما متفوقه، حتى هناك اشاده دوليه وعلى راس الولايات المتحده بتجربه المملكه في هذا المجال. نعم استاذ. طيب استاذ عبد العزيز، يعني الى اي مدى يعني تؤكد هذه العمليه الاستباقيه وغيرها من العمليات ما ذكره خادم الحرمين الشريفين قبل عدة أيام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دور الإيراني التخريبي في المنطقة؟ وحقيقة أن خادم الحرمين أو وضع النقاط على الحروف مبينا أن المنهجية للأسف التي تتخذها هذه الدولة الماركة التي آذت العالم وطال يعني أذاها الحدود وتجاوز، حقيقة هناك ماخذ على يعني يفترض من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أن يعني ترصد أعمالها التي واضحة للجميع. فإيران للأسف يعني أعمالها لم تكن خفية أو لم تكن أولا كانت بالوكالة، فالآن أصبحت يعني الحرس الثوري متواجد في أماكن كثيرة وخارج حدود إيران، وهذه إشكالية كبيرة جدا. طيب الآن المملكة العربية السعودية وهي يعني تثبت يوما بعد يوم يعني مدى ارتباط يعني العناصر الإرهابية في المنطقة، لا نتحدث فقط عن العناصر التي تم كشفها في المملكة، نتحدث عن عناصر أخرى وخلايا أخرى في البحرين وفي الكويت ربما أيضا غيرها من المناطق. يعني كيف يثبت هذا أيضا النظرة السعودية التي نادت المجتمع الدولي مرارا وتكرارا منذ سنوات لوقف هذا العبث الإيراني؟ المملكة نادت من خلال هذا الموقف مبينة للعالم أن هذه الأعمال يعني انتشرت في منطقة الشرق بشكل واسع، وللأسف في المنطقة في الدول العربية التي عانت من هذا الداء، ولذلك المملكة بحكم أنها يعني قائدة العالم العربي ومهبط الوحي ووجود الحرمين الشريفين تأخذ على عاتقها المسؤولية، فالعالم العربي والإسلامي ينظر للمملكة على أنها يعني اللسان الرسمي المتحدث الذي ينقل معاناة الدول العربية لأصحاب القرار اللي هم ما يتمثل في الأمم المتحدة أو ما في حكمها لفضح هذا النظام الذي تجاوز الحدود للأسف أستاذي الكريم. نعم، أشكرك شكر جزيل الباحث السياسي عبد العزيز بن رازن، شكرا جزيلا لك.